مفيش شك ان قطاع الزراعه في مصر شهد تطور كبير جدا وانجازات كبيره خلال السنين اللي فاتت، تطورات ساهمت في تعظيم الاحتياطي النقدي الاجنبي، وده من خلال طبعا زياده الصادرات الزراعيه. بدات عمليه تطوير الملف الزراعي في مصر باطلاق المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان، وده لبناء مجتمعات عمرانيه جديده قائمه على الزراعه، لان الموضوع ببساطه ما بيقتصرش فقط على زراعه منطقه، لا ده بيكون فيه كمان تجمعات صناعيه محيطة بهذه المنطقة أو في نفس المنطقة، فبالتالي بتكون دافع كبير جدا لوجود الناس، لإقامة الناس في هذه المنطقة، فنقدر نحن نبني حتى مجتمعات سكانية جديدة في هذه المنطقة قائمة على الزراعة والصناعة. مشروع 1.5 مليون فدان شمل وقتها 13 منطقة في 8 محافظات زي إنا، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، مطروح وجنوب سيناء والإسماعيلية والجيزة. طيب ليه إحنا أصلا توجهنا لزراعة 1.5 مليون فدان، أو توجهنا بشكل عام لزراعة الصحراء؟ لأنه كان في وقت من الأوقات تجاوزات على الأراضي الزراعية، زحف عمراني، تصحر بعض الأراضي، تملح بعض الأراضي نتيجة سوء صرف هذه الأراضي الزراعية، فبالتالي بقت أرض بايرة، فبالتالي مش هنقدر نزرع عليها، فتوجهنا الناحية التانية لزراعة الصحراء. وبالمناسبة الزراعة في الصحراء مكلفة، لأن بتقعد تعمل اختبارات على الصحراء عشان تشوف طبيعة هذه الأرض عاملة إزاي، محصولها إنتاجها هيكون عامل إزاي، محصولها هيكون عامل إزاي، توفير المياه كمان ومحطات المعالجة، ففي مجهود كبير جدا وفي أموال كتيرة بتنفق لاستصلاح هذه الأراضي. توفير المياه بياخد طبعا وقت وفلوس كتير جدا، لأنه أنت محتاج توصل ترع لهذه الأراضي عشان تقوم باستصلاح معالجة. المشروع ده بقى وغيره من المشروعات اللي هي ليها علاقة بالتوسع الزراعي، قدرت من خلاله مصر أن هي تحقق النجاح لرؤية الدولة المصرية في تحقيق هدفها بخصوص تأمين احتياجات البلد من المحاصيل الزراعية. بنتكلم مثلا مشروع زي مشروع الدلتا الجديدة اللي بيستهدف استصلاح وزراعة أكثر من 1 مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر اللي بيدعم توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، واللي بيساعد كمان البلد في مواجهة التحديات الاقتصادية اللي طبعا بتسببتها التغيرات الإقليمية والعالمية في العالم كله. كمان يا بسنت، مشروع توشكا الخير ده مشروع من المشروعات المهمة جدا في جنوب الوادي، بيستهدف زراعة 1 مليون فدان، وغيرها من المشروعات الكبيرة اللي قدرت تحقق من خلالها دولة معادلة لتغيير والإنجاز في واحد من أهم الملفات اللي بتحقق طبعا النهضة الاقتصادية في أي دولة موجودة في العالم. في الحقيقة يعني لو هنتكلم عن بقى انعكاسات ده، فده انعكس على الصادرات الزراعية المصرية خلال السنين اللي فاتت، وقدرنا ان احنا نحقق طفرة غير مسبوقة في ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية. لو هنتكلم بأرقام، فبنتكلم على 2,506,000 طن من المنتجات، وهنا نجحت وزارة الزراعة في فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية، وده كان مهم جدا ان احنا ندخل دول زي أمريكا اللاتينية، الصين، كندا، تايوان، كينيا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، وبعض دول الاتحاد الأوروبي. جزء كبير كمان من التطور اللي حصل في قطاع الزراعة كان الجزء الخاص بدعم مشروعات الإنتاج الحيواني. يعني مثلا عندنا واحد من أهم المشروعات وهو المشروع القومي لإحياء البتلو، واللي تم من خلاله تمويل صغار المزارعين بأكثر من 7,700,000,000 جنيه لحوالي 42,330 مستفيد لتربية وتسمين 486,000 رأس ماشية، سواء كانت بقى عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاج، وده عشان نقدر نوفر كميات كبيرة من اللحوم والألبان. احنا النهاردة في صباح الخير يا مصر يكون معانا فقرة هنخصص هذه الفقرة للحديث عن ما حدث في ملف الزراعة، التطورات اللي حصلت خلال التسع سنوات الماضية، بالإضافة طبعا لأنه هيكون معانا فقرات تانية مهمة. تابعونا النهاردة في حلقة مهمة جدا من صباح الخير يا مصر. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.